أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباقات الخيل أن ما وصلت إليه مملكة البحرين من مستويات متقدمة في قطاع سباق الخيل بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى رعاية سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة لمنافسات الجولة الثالثة لبطولة البحرين الدولية لسباق الخيل بنسختها الثانية، والتي أقيمت اليوم على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة في الصخير، حيث أناب سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل لتتويج الفائزين بكؤوس السباق الذي شارك فيه ملاك ومدربين وفرسان وجيات من مختلف الإسطبلات العالمية، وذلك ضمن السباق الخامس عشر لهذا الموسم الذي أقيم على كأس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وكأس سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجال سموهما سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة، حيث أشار سموه إلى ما أظهرت به البطولة من مستويات أداء متقدمة للمشاركين مهنئاً الفائزين بالكؤوس ومتمنياً لبقية المشاركين حظاً أوفر في المنافسات القادمة. ونوه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بالنجاحات التي تحققها مملكة البحرين على صعيد استضافة البطولات المحلية والعالمية بفضل كوادرها الوطنية التي أثبتت قدراتها التنظيمية في كل محفل رياضي، مشيرا سموه إلى أن تنظيم هذه البطولة الدولية يشكل إضافة مميزة ترفع من مستوى السباقات الموسمية المحلية التي ينظمها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل. وأكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة الحرص المستمر على مواصلة تطوير تنافسية السباقات المحلية والفرسان البحرينيين، معربا عن شكره وتقديره لجميع الرعاة والمساهمين في إنجاح الموسم، حيث قام سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة بتقديم كأس الشوط الأول إلى عبد الله فوزي ناس وكأس الشوط الثاني إلى الفارس الفائز ألين أنينسون رودريغيز وكؤوس الأشواط الثالث والسادس والثامن إلى الملك الفائز محمد خالد عبد الرحيم، فيما قام السيد تاجفل الرئيس التنفيذي لشركة هنستمان كأس الشوط السابع إلى المضمر الفائز جابر رمضان، وكما تسلم سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة كأس العاديات وكأس الوسمية للجولة الثالثة من بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل، حيث تسلم كأس العاديات من السيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني الراعي الرسمي للشوط الدولي الخامس، وتسلم سموه كأس الوسمية من السيد علي حبيب قاسم ممثل بنك السلام الراعي الرسمي للشوط الدولي السادس.